في ورشة صغيرة تصنع مدافئ قشر الفستق لتكون جاهزة للعرض في ساحة محل أبو أسامة في مدينة عفرين شمال حلب، الذي يمتلك محلاً وحيداً في المدينة لتصنيع هذه المدافئ بأشكال متنوعة وأسعار متفاوتة بحسب الجودة والحجم، فمنها الملكية والعادية والمتوسطة. مدفأة القشر تبدأ تصنيعها من الحلزون، ثم الجرن، ثم القفص، وبعدين توضع المدفأة عليها. نحن عم نعاني مشاكل بالنسبة للمدفأة القشر من وجود الألمينو، قلة الألمينو في المنطقة. القشر موجود طبعا بأشكال بشكل كبير، يعني موجود جميع أنواع القشور موجودة، وطبعا مستوردة من تركيا. المدفأة تعمل حصرا على قشور البقوليات كالفستق والبندق وغيرها، وباتت تتوفر بكثرة، ما جعل الإقبال على شراء هذه المواقد كبيرا، فالطن الواحد من قشر الفستق قد يكفي لتدفئة عائلة خلال فصل الشتاء، بالمقابل تحتاج العائلة لما لا يقل عن 3 أطنان من خشب الأشجار المجفف المخصص للتدفئة. نويت اشتري صوبة قشر فستق. هاي الصوبة والطون القشر الفستق يعني ما بيكلفني قد نص عمن أول، يعني أخف كلفي وأخف إيش اسمه، لحتى هذا أدفى من الحطب. هاي الصوبة بالنسبة للشتاء صحية أكثر من الحطب. الحطب عم يساوي أمراض كثيرة، هاي بالنسبة للصوبة هاي القشر صحية أكثر. ليش؟ لأن درجة حرارة تبقى واحد يعني حسب العيار المؤشر تعيره فيها، وتضل طول مسا السهرة عيار واحد. تعتبر مدفأة قشر الفستق من الصناعات المبتكرة حديثا خلال 10 سنوات الماضية، وتطورت صناعتها خلال تلك السنوات لتصل للشكل الحالي، وباتت تضاهي المدافئ التقليدية. إقبال ملحوظ على شراء مواقد قشر الفستق في مدينة عفرين التي اعتاد ساكنيها طيلة الأعوام السابقة على استخدام الحطب في التدفئة، لتكون هذه المدفأة البديل الجديد. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين.